بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. درس كني إن شاء الله تعالى ومقدمه ونقن دونا أدي ربي إدمه دروس قصاب سيسن موضوعا كان درس كان كواد وحنو دورنا عنوانك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقهرين وحين نقالنا ديمها الدني ديا الله وحلو قيبي الله بقيبوت وحد دين لقو عابدو الدني دور دمي لما فكر دود مدون بين رأسي سيين ويقولك كلو كبحسني يقول ترسيس ماله ولا ده ملاحدة ده الله يرادة في التاريخ وادة ده هادو ير ترسيسنا ماله لكن وحيا به الديمة هلو قلت الماما وبشر كوو بدنيا هاي والله بنوع بي رهدان علماء الاديان ديما رميسا إن ربي سبحانه وتعالى ومخلوقات كي سكاس وردح بحوه سيدي الله دون أمر كأي يقول هاو جهيا وديما هايو بدن يهين ديما هردول كلاك السمايو يكوي حقا هاي انحرافي وديما شيئا يأينا مضيح إلهي هاي أما قف بن آدم إلهي هاي أما الصنم إلهي هاي إيه وحي لمده وحي الرميسين وصيلة ورب كل حد مخلوقات كيسيون يين سوك صدح موضة ديمها الصحة داهي أما دينت الصحة داهي وترميسين إن ربي وصادر قف بشر ككم ده أو صادر يسقو الرسول دات كينتي سكاله هل قفون رب دورته أو مخلوقات كيسا بشر كاك دورته دب تنقف كاو صادره كوي سدا هكوا دا انحرافا وحي كودا عن حق قلدا كالي مثلا كريستان وين انحرافا دينتي نبي عيسى الله سوديبي وحي دا دين عيسى با إله وإلهي كصادح مغضي سيدي دونا نهو شرحان إلهي وحيري يضاهئون قول الذين كفروا من قبل كويه كور ريا قال هذا هو ركودي بيغاتين وركن شيء جيين إلهي مخلوقا كرح مخلوقا كصادح مغضة كويه عزير بن الله وعلمت أما ديمها صحة إلهي النبي ده وسوري بيد مانتود يا أنبياء ده بن آدم كور رميسي بيد مانتود وحلق عقيدة سينيين قف إلهي بشر ككرح دورتي أو دبتنا وصادري الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع عليم الله يعلم حيث يجعل الرسالة إلهي سبحانه وتعالى وحت المام يا إن ربي كدح دورته ملائك تيسه رسل دت كنين إلهي الرسل كدح دورته ملائكة الرسل بالله كدح دورته الله دره أنبياء سيني وحي قوقيان بشر كان إلهي سبحانه وتعالى ضد بك دورته إن الله سميع بصير ضد كالله دورته وحود دنبيه خاتم النبوة نبي يدور دنكي لغحرية نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلهي القرآن كوحك السفية وكتل مامي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم إلهي وحكو سفي نبي محمد سفادة أين يهي إلهي رسولك كي ربي الدورتي ربي صادري إن إلهي خلقك قفك الدورة والتشريف هي التكليف لبدا بويتي والتشريف وحي تلمامي سبشرك أوردن ربي أبورين قفك مدى الدورتا وحي تلمامي سميزدا إيا الدقن في عندا إيا عقل ويندا إيا طلوان أكسندا ولا يقفك كاني وحي تلمامي سأين بشر كوردان لغا صدح قبطة يساوه ورب السماوات ودورته وشهادة الحق لنبيه وامر خاطي
rabbi subxaanahu wa tacaala uu mudnaanta qofka kanu furay waa shahaado ka sarraysa shahaadada makhluuqaadka oo dhan. Marka nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ana sayidu waladu aadam walaa fakhr, maalinta bini aadamka oo dhammiba ugu dhibta badan yahay ee qiyaamaha ee bashar oo dhammiise soo taago ayuu wuxuu tilmaamayaa inuu yahay ana sayidu waladu aadam walaa fakhr. Reer nebi aadam anaa sayidkoodiiya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan buu nebiga ku sifeeyey calayhi salaatu wasalaam, bale wuxuu ku sifeeyey waxyaabo tiro badan leh. ilaahay wuxuu tilmaamayaa alam nashrax laka sadrak, inshiraaxu sadr, laabtiisa inaan la waasiciyey oo sharxay. rabbi wuxuu tilmaamayaa inuu magiciisa kor yeelay, warafacnaa laka dikrak, xuskaagaanu kor yeelay baa laleeyay subxaanahu wa tacaala. rabbi wuxuu tilmaamayaa caqligiisa iyo carabkiisa iyo fikirkiisuba inay toosan yihiin. wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa gawa wamaa yantiqu can ilhawa. maa dalla saaxibukum, addalaal waa cadamu lihtidaa ila ariiqi lmuusil ila lmaqsuud, waa qofka oo waddada ka luma. nebi maxamed ku luma maahabaa ilaahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ma lumin. wamaa gawa, alghiwaaya waxay dhahaan waa fasaadu ra'y watacalluqihi bilbaatil, waa aragti xumi ama qofka oo maan gaaban ama maankiisu lumo. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed jidku hayana kama lumin, maangaabnimo iyo caqli xumana ma wato iyo ra'yi faasida. waxa uu ku hadlaana waa xaq baa ilaahay leeyay. wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ammaano, wuxuu ku tilmaamayaa qalbigiisu ku been sheega inaanu ahayn, ishiisu ku weecato inaanay ahayn. maa kadaba alfu'aadu maa ra'a wmaa zaaqa albasaru wamaa tagaa, bale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dhaqan wanaag dhammaantii. wa innaka la calaa khuluqin cadiim baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, diin fiican iyo akhlaaq iyo dhaqan fiican oo toosan ayaad ku sugan tahay. ammaantaa qur-aankaa ugu filan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay. wusri burdadiisii muxuu ku lahaa? burdadu waa gabay aada u macaan marka laga reebo abyaadda qulowiga uu ku jiro, yacnii abyaad ka mid ah ayaad mooddaa in xadgudub ka muuqanayo, ama qaybteeda kaloo dhammi wax badan oo xaqa baa ku jira, wax badan oo aada u qurux badan oo adab rafiica ku qoran baa ku jira, laakiin ugu dambayn waa gabay. فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم, يعني إنه بشر يهي بو كتلمامي لكن هدنا إنه يهي محي إلهي وحو أبو ردن كو خير بدن. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى ساسو كسفي هدنا وحكى له قرآن كإلهي كتلمامي ambiyada rabbi soo diraa inay cadow leeyihiin. wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira. ilaahay isagoo qur-aanka sidaa uga ammaanay nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam, dadka ahlulcaqligiina ay ka markhaati kacayaana maanta ayaa wakhtiyadan dambe waxaa batay wax ka sheega nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam. gaaloo markay aragtay diintii oo faafaysa iyo caqiidadan islaamka oo faafaysa ayaa waayadan dambe waxaa soo kordhay siiba iclaamka reer galbeedka, kiisa mar'igee la daawado iyo kiisa masmuucee la maqlo iyo kiisa maqruuga ee la akhriyo intaba waxaa ku batay wax ka sheega nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam. dadka wax ka sheegayaana weliba dad saaqitiin ayyiin oo aada u liita. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inoo sheegay jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin, nebi kasta inuu leeyahay cadow, cadowgaasoo mujrimiinta ka mida baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ربي سبحانه وتعالى وحينات المام يا عدو إليه عدو قاسين يهين شياطين الإنس والجن كواسو يسو الشيغ يسو وحيون يبر ببر ككالي زخرف القول غرورا هذا الككيس اللي قرحيي أن وحبك كتشرين إلهي وحط المام يا وحي كواسي الشيغ يا أن وحد قيستو وعدة قلبي يدا كوا أنا آخر الرمي سنين قرآن كوحك سفين يا قيبت النبي محمد كسهر جدين مجرمين إن الشياطين نيهين وحكى القرآن كوينو تلمام ما من نبي دون دا صامري إلا شتموه وعابوه إلهي القرآن كوينو كاكو الرمي نبي ما تريد دون دا صامري إلا يوي عاين أو وحبي كشاقين وصاحر وكذاب وسفيه وحاسك تلمامين إنه سحر رولي هي بين علينا يهي من قابين يهي يا وحلم ده علماء كورن كتب الخصائص وحي تلمامي يعني أنبياء كلاردن قرآن كمرك ينسى جوري وحي كوي لهدين يجايس دفاعي لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي جيب الدفاعي سجل ما أورن كده سدا مثلا نبي نوح قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين إلى يحيي النبي نوح قوم كيسي وحي كير أهدين إنا لنراك في ضلال مبين أدوات التوكيد انت يسوق جايين بوحي أهدين وحنك أركينا إن تكسر أنت بادعة إلهي سبحانه وتعالى نبي موسى فأجابهم وجواب يسقر النوح قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وارباد انما كمسقني لكن احنا الرسول حق الرب كيمي ما ابعد بين الرساله والضلاله كلفغا رسول نمو يا باد نمو وحي ايغو كشيغيان يا وحو يحي اد بيو كلا دروكسانتي افتراق يا بين ابورك مركي قالد او قصديدو وحان جيرينو عقل واقبلن ايي شيغان لكن ما انقاب كو راعو الرميستا نبي الله هود إلهي وحلي قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وحنك أرك إن أبي لينا تسفيه نمو من قاب نمو كسو قنطهي وحانا نفلينا إنا أما عقيدي سنة إنا تبين على طهي قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين بلي طلق يو من قاب نمكم السجنية عقل حما إوحان هاي إلهي رسولك سفيه نمي الرسول لمواكلة فقي إلهي سبحانه وتعالى وحت المام يا نبي الله موسى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا آيات بانو سير نبي إلهي للسقالة نبي موسى وعد عد إرار بانو إسرائيل واحد ويدي سامرك ويمي أفرعون ويريه إني لا أظنك يا موسى مسحورا موسى وحنك هم علينا يا مدل السحرين أطهي نبي موسى وجوابه يا وحوده قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مصبورا ودكت هيبولي وحنان لئمي إن رب السماوات والأرض وسودتي فرعون بولي ودكت هي لكن وتديالي ليس الدلدا وطاوي عضيني ساين الرسول هي لكن سيالي الدرادد بعض وحنو لا ضهي لأن فرعون مد برقا يينا تامهم ملين بولي مد بلا يكوها بسندونته رسوش القرآن كوح ربنا وكوا الرمين يكشيجين بين عليال يوالي يوحلمدا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين
إلهي وحو تلمامي. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ويقولون إنه لمجنون. نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحو شاقي إنه كشاقين شاعر والن نيهي إنه إلا دين ومعلم مجنون وامد وحل صوبري أو والن من والن با وحل صوبره معلم مجنون بيليه وحيكو تلمامين ويقولون إنه لمجنون. يا كجوابي ربي جيبا كجوابي سبحانه وتعالى لما أرن قل صدا قده لكن إلهي وحكولي فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين بإلهي وحن كفري كرده بإلهي إلهي سبحانه وتعالى ومشركين تنيس كجيسو أنا كاغف لنبا ربي لي يكون ديل ديلي قلت أنا عيايرك وديار ديل ديلك أنا كف لنبا ربي لي ما أنت بنعمة ربك بمجنون وما صاحبكم بمجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. إلهي سبحانه وتعالى كود جوابي وحي شيغين أردن وخصيصة نبي محمد لي يهيب الله إذا هذا قاركوا أم بيدك له وحي لغو الشيغي ربي كجواب أبو إلو يغا جوابي. أما نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ربي جيبا كفالة قاطيو كجوابي وحي سويدين لمركة هرتكوا ربي قد وحكا شيغي رسول دو رسول ميو وحكا شيغي سميو لوينانيا يهودي كوا كان إلهي وحكو تلمامي إلهي بيدا دموا فقيري يو بخيل وياني يو حلميدا هذا ربي قد صفات كاسيين نصارى ربي قد بيكبين أبورينو إلى هدينين أمبور دليا صاحبة بولها يوكا هذا ربي قد وحكا شيغي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلي وحكا شيغي وايان وحوين ما إلهي سوح لي سبحانه وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. إلهي وحو لي وان أغهي إني كمروغا قلنيسو وحاي كهد ليان وبن آدم باطي بن آدم قادي عيدا لغبض يدو كحناقا ويدي بيسا قف ضد بأورخون شاك بدن والربيقي الدورتي مركا لغولو هوري ما دور بينالاتاي يواد والانتاي ووحقفك بن آدم كاردي بيا إلهي وحولي وان أغهي إني كردي بيسو كمروغا قلنيسو وحاي كهد ليان لكن إلهي محولي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بإلهي أديك كم بيننا ينبى إلهي سبحانه وتعالى وشال إبا وحي كوي قال أنا ألمين الصادق كي آمنك هاي الرنشاقاها أي كوي قال تاريخ هذا ميل نببال مدوك كما طاله لكن إلهي محولي آياتك إلهي بي الربارين يجحديان وحكى شيخ النبي محمد عليه الصلاة والسلام هدفك لغلي وحويان إن لسكت ضيين دين تن العرقل ذيه إن ربي لجحديه إن أندتك الدين تراعين إلهي إن النبي سيو صبر سيو حكولي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بإلهي كير رسو شهر بوال بيني لكن ويكو صبرين إلهي أنت قوشي دو أيوي من سبا ربي لي إلهي كلماتك سنوح بلق بدلي مايو أوركي النبي يدي واتقبطا يسداكو صبر بال لي وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيها الإخوة وحن لنا النبي دوا معصومين ولكن دتك مسلمين تأبي أرق لنيسا وحي قالك رواقس ومعصومين وإلهي وهو بلن قاضي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
وهموا بما لم ينالوا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. حقيقة سوى حيطاه دوام حي جواب توقف كمسلم كان لوغا باهي وحينو باهن نيدتك مسلمين تيني النبي قد صفي عنه برطان عليه الصلاة والسلام وحينو باهن نينو حقائق دا بشر ككلو بندقنه وحينو باهن نينو عدينه رسول نمدي سي الرسالة ديس ويا بشرك شاكل قرم ماها بشرك نوع قرم وضاها ولذلك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكو لي قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إلهي وحلي وحد كتر أهضادتك النبي محمد إنما أعذكم بواحدة وارددوا هل شيبان دين كوانينية هل مسألة قاطع أو محي أن تقوموا لله مثنى وفرادى إلهي سبحانه وتعالى درتي متجردين عن الأهواء دين كواء فكر لبا لبا إيا هل هلبا واحد هذا أنت بدن شرارك ضدكم مركي مال بدن سوية ما دان علماء الاجتماع عندهم بمركي كور رمي يعني شركة يغاب كيس واحد هذا ضدكم مركو ماشي سوية ما ده فكرة الصحيح واحد لو قد نوية هاي بين هذا مركي كليد اللي هي مال بدن اللي هي ضدكم مركو ترب بدن هي وكل حشودا ويسم نبوحية هذا الكوكا كلا وابتا انتو وضعوا لها بقار دول مرا سيفي على سوكما قد بحو ويا مصالح كلا يوح كلا بنادم كو الاشادا ما دام الدتك أي ترى بدني ولا هضلا يا ويرت أي دت بدنه ولا هضلا يا صراحة قوة هضلا نو ولا بقول حر ما يصير ده ولا شيء قا ويرت أي هدي لا ولا شيء أنا مرة بدني لك العروض أبا بلا غي أبا وأن فرد وصيف يعني لكن واحد هذا أفكار الرسم قا قفكم مركو الربوي إنه صيف يعني تحليليه وحيكون في عنده إنه كل هذا كل يفكره قضية النفط يسرم بوج الشيء قا أما isaga iyo cida uu ku kalsoon yahay laba inaatiino isla eegaagtaan oo isla rogrogtaan tiradu si hadday badato masaalixdii iyo ahwaagii iyo isdhowrkii iyo warkii kale yimaada ilaahay wuxuu leeyahay qadiyada nabi maxamed hadda rabtaan inaad ka fakartaan calayhi salaatu wasalaam waxa la idin farayaa an taquumu lillaahi mathna wa furaada ilaahay dirti intaad u baxdo idinku aan dan kala lahayn laba laba ama hal hal u fakara ثم تتفكروا بالليل ومحلق فكرية ما بصاحبكم من جنة بإلهيه سبحانه وتعالى ما بصاحبكم صاحبكم بالليل محلو لي صاحبكم قفدوكو يمادو وهدون يمادو دبتنا ورشاكتو دادتكو قفكن تاريخ دي سيما هيان شك بدن بقالي كرا وربال هو بيا اللوران كرا ورنكن يا قرانا يا لسويدين كرا أما هدو أفرطن سندود كله جوغي أفرطن سندود هدو دحلاده جوغي ودقن كي سيا أخلاق دي سيا عقل كي سيا رنينما دي سيا فكر كي سيا ركتي دي سبالة قران أيو قف قد داد أفرطن سنكود دحنولا قف قرصان ماها وقف بلشدو لنو ليهي تجربي سي وقف إن أرن كي سوقو عدادو قفو يهي لقران كرو جوغه سيد رادد با إلهي وحو نسبيين وصاحب كودي هاي قف مال دنبكي بما هي ما بصاحبكم باليدي صاحب كين كمسقنا من جنة وحوالي وحوالي كمسقنا حين هو باهن هاي ما بصاحبكم رهدي اللي يري إنا ندبو قلنا قلنا صابان دقنا أممكا يا ابن آدم كوصوا بردنقر السيرة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا شمائشي سيا دقن كي سيا وحوها وحا إلهي النعمة دي ينو يهي نبي محمد عدة وقوب بدل التاريخ ظل هيا وحلق قري وحا إلهي سبحانه وتعالى حفظي سودين تن حفظين يكمده
nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam noloshiisa meel qarsooni ba inaanay ku jirin dunida dadka soo maray kale aynu hayno xataa adyaanta kale waxa laga hayo rusushu waa wax kooban oo tirsan wax badani waa lumeen ama nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa dhammaanteed baa taalla oo ay ka mid tahay waxaan basharka kale laga sifaynin midabkiisii dherarkiisii dhumucdiisii wuxuu cuni jiray wuxuu cabbi jiray meeshuu seexday wuxuu ku seexan jiray meeshuu istaagay cidduu la dagaalamay cidduu la heshiiyey meelshuu maray noloshiisa inta meelooda uu soo arkay waxa laaliya waxa taariikhdiisa ka mid ah ilaa xad maanta culammada matalan kutubu shabaa'il markaad akhrida waxaad arki doontaa nebi maxamed oo kabihiisii la sifaynayo kabtuu xidhan jiray kabtuu xidhan jiray laba indhalood bay lahayd waxay dhaahdaan xagga cidhibta waxay ka leekayd toddoba furoodbaa cidhibteedu leekayd halkaas dhexda ee adinka way u dhuubnaydo shan furood bay leekayd waxaa la yidhahaa dherarkeedu taake iyo laba farood buu ahaa waxaa la tilmaamaa afka hore way ka fiiqnaydo muxadad bay ahayd yacni nebi maxamed kabuhu xidhan jiraa la garanayaa siday wakaayeen inay dhogor lahayn inaanay dhogor lahayn kabtu siday u samaysnayd sarteedu se waxay ahayd baa la garan karaa wuxuu cuni jiray yacni xataa siduu wuxuu cuni jiray raashinka wuxuu ka jeclaa noocyada raashinka uu jeclaa xataa gacanta intuu wax ku cuni jiray ma shantuu ku cuni jiray mise saddex farood buu ku cuni jiray yacni nolosha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaanteed baa muuqata qof taariikhdiisoo dhan la wada hayaana ma suurtagal aha inuu qarsoomo walidaalik nebi iyo waxaa kasoo horjeeda waa maxay waa benaale ibnu taymiya wa min waraa'ihi ibn abi lciz fi sharxi taxaawiya ayaa wuxuu tilmaamaya nebinimada buu yidhi waa shay ay sheegtaan dadka qofka ugu run sheega badan leh iyo qofka ugu been badan leh buu yidhi labadaas baa nebi sheegtaa imaa inuu nebi roma yahay oo dee asdaqu saadiqiin uu yahay iyo nebi forjeriya inuu yo beenaala ah yacni nebi sheegtay oo aan nebi ahayn oo ah dadka ka u been badan leh ila rabbigiibuu been ka sheegaya u leeyay waa lay waxyoodaaye dabeetana wuxuu yihi walaa yaltabisu haada bihaada ilaa calaa ajhali iljaahiliin labadaasina dadka iskagama darsamaan buu leeyay bini aadamka cidda ugu caqli liidata mooyaane waayo wuxuu leeyahay beenaalaha iyo runsheega in la kala saaraa dariiq tiro badan bay leedahay intaa nebinimaba laysla gaadhin nebinimaba intaa aadka gaadhin bini aadamku ma kala ogaan karaa qofkan inuu runsheega yahay inuu beenaalayay qof aad afartan sannadood la dhaqmaysay ma garan kartaa inuu yahay nin runta sheega iyo inuu yahay mid aan warkiisa la dhegaysanin yacni laba qof oo isku darsama maaha walidaalik baa zamakhshari wuxuu leeyahay mas'alada tan wuxuun baa sheegta buu leeyahay laba nin nebinimada labuun baa sheegta buu yidhi mid waalan waanu aabba yeelin buu leeyahay dadka hortooda inuu ku fadeexadoobo hadhow marka burhaanta la weydiiyo ilan sheegi wax caddaynoo nebinimo ama haystee waan kala jeclayn buu leeyahay cidhibtiisa dambe in beenaalowiyo in la ogaadiyo inaan la ogaanin iyo qof caqli badan oo caqligiisu raajix yahay oo nebinimada loo doortay oo ilaahay dadka ka doortay oo marka la yidhaahdo burhaantaada keen burhaantiisa wata buu leeyay daliilkiisa wata walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay awalam yatafakkaruu maa bisaaxibihim min jinna halkan buu ka tafsiirayaa zamakhshari ou leeyahay waxa la yidhi saaxibkiin wax waaliyi kuma sugna waayo ninka nebinimo iska sheegtay isagoo waxbana haysanin wani waalan buu leeyahay zamakhshari in huwa ilaa nadiirun mubiin in huwa ilaa nadiirun mubiin wax kale maaha mid digayo digistiisu ay caddahay mooyaane nebi mooyaane wax kale maaha sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afalam yadabbaru lqawla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawaliin
أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بيلهير دتك كان القرآن كان ميانا يؤفر سنين مسوحنا بياشودي هرو إيمان أيه لاشاق ما رسول كودي قرن وايين ويعني قرصونا ضي ما وحي أرني يمو والي وحا وحبك ما تشيران با إلهي لأي حق بو إليمي أدتك أنت بضاني حق يديد أنت بها رب إلهي سبحانه وتعالى نبيكو إلهي سبحانه وتعالى أنبياء ذو حصاصية معجزوي لكن علماء واحد هذا معجزوي كواحد كبضا دلائل النبوة معجزة هو شيء نبي النمذة تلمامته لكن ما معجزة قرن با وحى النبي وين النبي يعطين كراه مايا دلائل النبوة وبالآلاف ولذلك بقى ابن التيمية وحليه دلائل النبوة وكأدلة الربوبية بيراه تربطني وحي كقبطه سيد الربوبية ذا أدلة اللود اللي شذا يعيد أو قبضن طيب أو بضن ويلا بدا قف مرنا بقى الصبح أكان يا دتك قف كأبين تبضن له إيه قف كأرن تبضن له الصبح أكادان محال لغو كالقرن يا أنت إن دلائل النبوة وحبدا كشيكين دلائل النبوة وعلماء قيبيان واحد دلائل عقلية هي واحد دلائل حسية كتب عيدة كبضنا نداهدو آذو تربضنا دين عيدة كي يرينو آذو تربضنا أي كسار أرطي وإن وحكت المام دونا إن شاء الله تعالى لكن وحنا ذكرنا إلا كلا قرتو قفكو إنو النبي هيينا النبي وح قرصون ماها ماها وحباها ندتك عقل بدن ديس وهي الرسول كي الله تعالى قلق نبي محمد يا الله صادر عليه الصلاة والسلام صدت كورد الله ما صادر دت كورد من محيك كوبي بشركم مد عقلير مد أقوير مد غيرمية مد خبيرة مد فيلسوفة مد وحقرانية مد وحقرانين انت بالنبي يا رسول بوي ولا بد انت بين الدليل كود هيل كرانين النبي ما دام انت بالله صادر ما هم مسألة قرصانه دتك انت علمك بضن لا ما خبرة ضع ما وحقرتك بضن لون يفهم كران معها نبي ما دام الدضور الله صادر قف ولبوينه قران كرانه النبي هاي وين وعدان كرتها تام عن هذه وحوينا الدلة وين بضن جدا حد دتك كوع عقل يري وقران كرانه محمد نبي إله رسول كسي لكن دديوان مسلمين تقدم به دراسات كاي سمايان عامدو دا ما دد كبدن ما اهم مسائل بدن لا دغو كتب الدلائل النبوه كما جرتو انت بدن دروس عام كه دد كو قاطا ان كستو اي ده ميل كلو بدن كو جرتو قران هي حديث هي سيره النبي لا دغيو كدروسان ايو جرتو لكن كتخصص اهان وما بدن دد ك سو بنيغا لو بنيغا لكن وحي لنا ادله هدي ليغو وحي تر بدنك قبطو اي وحي فضيد ك قبطو وين نقدان دليل قف ولبوك قنع كرود دنيا تشوغا قف نبا وين النبي كقرصو من اما ريرمي ها هادو اما بروفيسور جامع عديد ها هادو ما قونيهان ها هادو اما مانقاب ها هادو قف ولبا وينو قران كرا ولبا ما دامو يهي خاتم النبيين نبي يدا كيو الدنبيي يهي الا قيامهن الله قلت لك لينو يسقو النبي هادو وين النقد الدليل شوك تا ودت كوردمي غور كستل هلي كرو انتي لا نولايدو قوري انا يهين ادله دا علماء بد وحيدادان وادله عقليه تربدن ادله دا عقلينا لا حصر لها دا القران كو فيرسته والنبي عليه الصلاه والسلام سيره دي سي تاريخ ديسا مثلا انصدح مثال بحيو باب كده يمسي وغو تغينا وحك لو دنه مثال كوات نبي عليه الصلاة والسلام ورقة درة ورقة وحود درة بقرة دي دوني دشوعي وحوي يرد يين السلامان
هرقل أما هرقلس نكي لورن جري رومان اسك حكم جري أي وقت وحقا سكو صوكا عي بيت القدس يما لها كانوا يمي أي وراق دي سو قاد وحالي دي نبي عصوبة صوب حيبا وراق صوت دي رياضاني كو قصة عطاواني كو تمي هرقل وحو سميي وحو سقو ياري دادكي سي مضح دي تشوكتي iyo wadaadadiisii kiniisada iyo wixii la socdo dhanba isugu yeeray dabeetana wuxuu weydiiyay ninkii madaxda meesha ka ahaa war meesha uu ninkani ka soo baxay waraaqda uu ka soo diray waa isaga aragtidiisii cid dadkaasi oo garanaysa ma joogtaa waxa la yidhi haa safar baa jooga quraysh ah u yeedha buu yidhi quraysh baa la keenay safarkii meesha ka joogay waa safar abu sufyaan hoggaaminayo abu sufyaan marka kan waa gaal waana nebi maxamed dirir buu kula jiraa waa ka soo horjeedaa calayhi salaatu wasalaam koox abu sufyaan hoggaaminaya magaalada joogta baa la yidhi wuxuu u yeedha war ninkan yay isugu xigaan buu yidhi abu sufyaan baa wuxuu dhidaa aniga أبو سفيان ونن رير بن عبد منافع نبي محمد عليه الصلاة والسلام وابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عبد مناف بيسوقي ما دان يعني النبي عليه الصلاة والسلام صدح بك لا ترصدا عبد الله يا عبد المطلب يا هاشم بك ترصدا صدح داسك لا ترصدا وضيق يسوقي ما دان أبو سفيان بال ليلي أيا يلي أنا وتلدو anaa ninkaani tolkayga sokee u yahay isku jifinahay wuxuu yidhi abu sufyaan adigu xaggan hore soo fadhiiso nimankii kalena wuxuu yidhi xagga dambe fadhiista wuxuu yidhi ninkan su-aalaan weydiinaya hadduu wax beena ii sheego iga qabta qoladiinan dambe waxaa tidhaahdaan sax maaha midhkaas waa yahay baa layidhi abu sufyaan buu halkan soo fadhiisiyey حديثك صحيح البخاري كيف كان بدء الوحي واكك قرن حديث دير سؤال ويدي علماء قار كضح كنت المامين لا أفر يتبن سؤال ويدي أفر يتبن كان سؤال ويدي يا إنو أقادم محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد إنو الرسول يينا الرسول هينو كلا أقادم سؤاله ويديني يوكو كلا أقادم يا وامحي markuu yidhi warkiina ugu qaraabo dhow ee uu yidhi aniga waxaa la yidhi xaggan hore soo fadhiiso war maxay isu tiin baa la yidhi ninka kan wuxuu yidhi huwa ibnu cami waa deel maadeer baan nahay buu yidhi reeqo dadkan ila socdana cid iiga dhowo ma joogto adigu aad iigu soo dhowo buu yidhi qolada kalena dhabarkaaga ha fadhiisto turjubaan buu u yeedhay marka turjubaankiisii wuxuu ku yidhi ninkan war baan weydiinayaa waxaad ku tidhaahdaa qoladaa dambe hadduu been sheegay sheega abu sufyaan wuxuu leeyahay lawla alxayaa min an yasaruu calaya kadiba lakadabtu calayhi haddaanan ka xishoonayn buu leeyin been layga qoro laydhaa maalintaasuu been sheegay waan ka been sheegi lahaa buu yidhi maalintaa abu sufyaan oo gaala laakiin beentu way la fool xuntay beentu waa wax xun nin weynina inuu been sheega maaha haddaan lay odhan lahayn buu yidhi ninkaa weyni maalin buu been sheegay waan maalintaa miisi lahaa buu leeyahy abu sufyaan abu sufyaan waxaa la weydiiyey kayfa nasabuhu fiikum ninkani reerku ka dhashay ka waran huwa fiina duu nasab buu yidhi reeraa magacaale buu ka mid yahay wuxuu weydiiyey hal hada alqawla hal qaala هذا القول منكم أحد قط قبله وركن مشيغان يا النبي بانهي عيد هرو شيغتي او ريرهن كميدا ما هيسين اما غوبلدين هره ما لوغه شيغت وحنا ديبو دي مايا عيد هرو نوغ تيرا ده النبي بان هو ميل هنن كو ارغن ما جيرتو وحو كو يري ابياشي وح بقر هان جيري ما كو جيران نينكان ابياشي سي هره وح بقر هان جيري ما كميدي waxaan idhi buu yidhi maya habayashina boqor may ahaan jirin wuxuu weydiiyey war dadka ma odayadoodii iyo duqaytidoodiiba raacday mise ducafadoodii iyo dadkoodii iska liitay aan masaalixda badan lahayn
waxaan idhi buu yidhi maya ducafadiiba raacday odayadii quraysheed weli waa taagan yihiin waa diidan yihiin. Wuxuu weydiiyey ayaziiduuna am yanqusuhuun, war dadkan tiradoodu miyay sii badanaysaa kolba mise way soo yaraanaysaa? Maya wuxuu yidhi way kordhayaan weli. Waxaan ku weydiiyey buu yidhi dadkii diintiisa galay qaar dib ma idinku soo noqdeen? Wax ka soo baxay ma haysaan? May buu yidhi meesha waa la galaaye lagaba soo noqdo, waxa dib noogu soo noqday ma jiraan. Wuxuu weydiiyey hal kuntum tattahimuunahu bilkadbi qabla an yaquula maa qaal, warkan uu sheegaya intaanu odhanin hore wax beena ma ku tuhmayseen? Weligii maalin uu been sheegay ma haysaano hore taariikhdiisii hore? Wuxuu yidhi la, maya been horena kuma hayno. Waxaan ku weydiiyey buu yidhi weligii khiyaamo ma sameeyey, hal yaqdir ballamada iyo heshiisyada iyo wuxuu dadka la galo wax daba marta ama ku haysaan? Wuxuu yidhi la, wanaxnu minhu fii mudda laa nadri ma huwa faacilu fiiha. Abu Sufyaan wuxuu yidhi waqtigan Abu Sufyaan warkan la weydiinaya waa bacda sulxi Xudaybiya. Sulxu Xudaybiyana waa maxay? Waa sanadkii lixaad ee hijrada buu dhacay, macnaheedu waxa weeyaan waa 19 sannadood buu nebigu markaa nebi ahaa calayhi salaatu wasalaam. 19 sannadood bay markaa qureyshi dagaal kula jirtaa weeyaan. 19-kaas sannadood kaba kaale intii hore marna wax khiyaamo ah ama isdabamarina ama ballamadu galo inuu ballan furto sameeyo ma sameeyey. Wuxuu yidhi may, Abu Sufyaan wuxuu yidhi wixii su-aal lay weydiinayo dhan meelaan wax ka dhexgeliya ma helin, tan baan isidhi buu yidhi jaanis baad ku yara haysataa, laakiin hadda muddaanu reerihii ka soo maqraynana wuxuu falay garan maayo buu yidhi. Intaasu ku daray yacnii maan helin buu leeyahay meel horaan wax kaga darsado, laakiin marka kan baa waxaan idhi muddaanu soo maqnayno ma garanayo hadda. Laa nadri maa huwa faacilun fiiha. Su-aal kaluu weydiiyey war ma la dagaalantay buu yidhi ninkan dirira maydan dhex martay. Haa buu yidhi waa dagaalannay. Kayfa kaana qitaalukum iyaa buu yidhi dirirtiinu siday ahay? Dee dagaalkaygu wuxuu iska ahaa buu yidhi sijaalo, dee mararna waa ka guulaysanaa marna waa naga guulaystaa, kolba qolunbaa la baacsadaa buu leeyahy. Intaasoo su-aala wuxuu ka weydiiyey dhaqankii nebi Muxammed iyo dadka la nool calayhi salaatu wasalaam. Waana madaxweyne waddan xukuma, waana goob ay fadhiyaan dadkoodii ahlu caqliga ahaay oo dhan, waana su-aalaha kan qofka la weydiinayo. Qaala maada yaamurukum, su-aasha kalaan idi weydiiyey waxay tahay buu leeyahy aan ku weydiiyo. Maada yaamurukum, hadduu risaaladii u yimi muxuu idin faraa? Ninkani muxuu ka hadlaa? Nebinimadu sheegto awel waxba lagama weydiinin, wuxuu sidoo dhan lama weydiin, shakhsiyada nebi Maxamed baa la weydiinaya iyo siday tahay. Hadduu wuxuu bilaabay inuu weydiiyo warbal ninka warkiisa ka waran muxuu sidaa, muxuu idin yidhaahdaa? Wuxuu yidhi wuxuu nagu yidhaahdaa ucbudu llaha waxda walaa tushrikuu bihi shay-a watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum. Wuxuu nagu yidhaahdaa buu yidhi rabbigiin caabuda oo cidna ha ugu shirig yeelina, iskaga taga aabayaashiin wixii ay sheegi jireen. Wuxuu nafaraa buu yidhi salaad iyo sadq run iyo cafaaf iyo dhowrsooni iyo qaraabo xidhiidhin, waxaasuu nafaraa buu yidhi. Marka kan intii hore waxa la weydiinayey Abu Sufyaan su-aalaha, markan buu turjubaankii wuxuu ku yidhi haddaba u sheeg su-aalahan waxaan u weydiinayay. Ugu horrayn, qof haddii la rabo inuu been sheegayo inaanu been sheegayn, dadkan criminologyga ka shaqeeya, cilmiga kan dembi baadhka, waraysi baa qofka laga qaadaa, waraysigaa lagu badiyaa. Waraysigaa waxaa laga soo dhex saaraa macluumo ah inuu qofkani run sheegayo inuu been sheegayo, waraysi qudho laga qaadaa lagu garan karaa. Bini-aadamka siyaabaha loo ogaado inuu run sheegayo inuu been sheegayo bay ka mid tahay waraysiga la qaada. Waraysigaa markii uu qaaday kadib wuxuu ku yidhi niyo waxaan ku weydiiyey, turjubaankii buu yidhi u sheeg arrintan, waxaan ku weydiiyey nasabkiisa, waxaad tidhi buu yidhi waa duu nasab,
أنبيادنا عين كاسية هانشري ريرها مضم بالك سوس هارشري وحن كويدي أبو ردت كي سجى كهر رئي وحور كان شيء ما كتشرا ويا لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله دت كي سجى كهر رئي مقالوا إنك إن وحش أكتئن نبي نما ما كتشران ما يبعد تري وحن كويديني أبو ردي أي تشران هرتي عتشاغا تايميشينا وحنا نقول لها كوين بوكو ديانا يا وضدي بومرا وحنا كوين دي بويري أبياشي وح بقرة هانشري مجران وحاتري ماي وحنا كوين ديني بويري هدي أبياشي بقرطوية هان لهاية وحنا نقول لها بويري وانين بقرطوية دي رادعين يميلو سياسة دكا سوغلو وحن ربا سيو مدح نمو ووصو هلو وحنا كوين دي بويري هرق وح بينا مكو هايسان وحاتري مايا وحنو قاعد يبولي دتك بنتو ده انتو يسكت داينا انو الهي بنك شاقة قفك دتك باكتشوك سدينو بنو الشاقة من ربي جيبو كبين شاقة لابد وحفظ داينا دتك كبين شاقة وحنكو ويدي يبو كويري دتك مدو قيتي دي يدتك مقعي ماموسك كولا هابا راعي مسه دتك عادي جيسكا هابا راعي وحد تربوله ضعفاء القوم بالراعي فكذلك الأنبياء بولي ويضطك مضحضاه انت بضن مصالح دو دي الاليان ذافر هدو ماشي مثل حدي سكي رد حركنا والراعا هديك لنا وكتشوغا أما ضطك ضعفاء القوم ديك وحبك اللوم مايان حق مركو هلا هدو الراعو لا تجارك خسارس ولا مقعبو وايا ولا ماموس ولا دولد ولا وحبا قفك كان سكي وحبا يلاحكاهي بمتشريني إنو حق هلا هم يداكو حرنتي انت بدن ددك سمد احيا واوين تاهي وحو وا حق وركم الراعان ادني ما يغو جرتا با جرتا وحو كدخيغا انو دنيي سدنا ويغا كو دخركيو سدا اوغيد بولاي انبيدا انت بدن ددك اوغو هو راعه وا ددك ان هوشو دولكا كولين وحبابا كاله اني غينين فكذلك الانبياء بويدي وحن كو ويديي بويدي ددك ريميي سي كورديان سوا سو يرانيا وحتى يقولوا واس واسي بدنيا سيدا وحابو لأرك إيمانك وددكو هداي ماشا قلان مركا الدبادة كتشوك توح لغايا با إنا أدوح بدنو قيل مو قالك سرين موابا لغو قل دكرا لكن مركا تقودها تكتو سقالي يطبان سنضود نبي محمد لفرد دي سقالي يطبان كاسنضود قفك موادو غان كرتاينو رون شيغي يينو بين شيغيو وحنو شيغي اناي صحيين يا اناي صححين الا سغال يا تبقى سنادود بو ورميا وحنا و شيغي سيد دراديد هادو وحو مبدا بين يحي ددكو انتي غلانو با دبا دبو سو نوقدان قار بدنو ما دبو سو نوقدان اما ايمانك ددكو كما سو نوقدي ولا سي بيراون و سي كردا وحن كو ويديي بو ددكو ميي سي بدنيان سو سو يرانيان وحا تري ولي وا سي بدنيان فكذلك الايمان بودي ارك ايمانك سداسيا وحن كو ويديي بو دغالكينا كا ورما وحتى يقول الدقالك يقو والسجال والدول ومرنا وقوليسنا مرنا ونقا قوليسنا رسوش عين كاسي يقول مرقه هروا الله يتحاما ومرنا وقوليسنا مرنا ولقا قوليسنا لكن عاقبة الدنبية شامبولي هنوح لي رسوش الدقال هذا كواد بل قموة قوليسنا مدة كالصوع عن كددك وصعداء ددك الدقالك وصعداء كدبا عربت الدنبية شام وحن كوي ديابو لعيدنا دين تيسا بكا بحضا وعيدك صور نغطي ماركت وحتى يقول مايا إيمانك ودادك قلوبتو دا قلاساسي نغطان وحنك ويدي يقول وريكا مرنا وخياما مرنا غرا ما مكريا مكواركت وحتى يقول مايا رسول شدقا كودوا عينك اسبول رسول خياما بن آدم كسمي لما هيا بولي وحنك ويدي يقول محوك أمراه انت هرون الشخصية دي سيدتك يوحا كحيرا أي دراسيني محيدا أمريا وحد شاكتي إلهي عبادة دي من أمريا سنمضى يا غير كين لعبدنا والريبية صلاة يا صدق يا عفاف من نفريا انت أكدب أبو السفيان وركيسي مركو شاكي هرقلس بغركي رومانس كنا سؤالهم وحو ويديني وشاكي هرقلس وحو عداتي محمد وانو أرقين النبي
مجرد سؤالها مركو تحليلي وسي لوجيكا عقلي ابو فكري اسغان معجزه دلبن او واخ كلا اس ويدين او واخ كلا ارق بو وخه اركاي انتا سو قودا مركو قيميهي ان محمد نبي عليه الصلاه والسلام دبتنا وحو يري فان كان ما تقول حقا ادو وحا جيغيسا هدي دبيين بو يري سؤالها سيدي ادو جاوبت هدي ودا صح تهي فسيملك موضع قدمي هاتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبدا إذا عقود هل كي كتا غيين وقب صندورا وانا أقابل قال إن بصبح دونه ما انسي مودا إنين إنو إذن كايدن كصبح إيو إيه هدان إيسور تقل تهيبو لي إن انقادو إنت أرو تقابان عقه سمايدي لها بولي رقل بحن كاله هدان إيسور تقل تهيين انقادو إنت أرو تقو إيان عقه سمايدي لها دبتر وحلو وبل ورقد وصقري كان انت ورقدي لما اخرني ولي وحل ربي بلنك انو اركيسه وحكو اوغادو وحلو ورقد وصقري كان ورقدي بالله كان دبتر ولا اخري ورقد ما حكو قرن بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم